No, el mío. وين وصلنا يا هشام؟ وصلنا هو. قلنا في المحاضرة السابقة إنه الرولز تبعت الكاركترستيك ويشن كلهم بالليفت أندر تو كونديشنز، ما في عندي ساين تشينج بمين؟ بالفيرست كولوم، يعني كلهم بوزيتيف ساين. أوكي؟ والشرط الثاني السكند سبيشال كيس ما مرت معنا. شو السكند سبيشال كيس؟ كنا في المحاضرة الماضية إن نكون كل الرو أي رو من الروز اللي عندي كلياته عبارة عن إيش؟ زيروس. كلياته زيروس. أوكي نشامة. أيوة أكيد، ما إذا أول والثاني إذا واحد من زيرو معناته اللي مشتق ال characteristic equation أو اللي حاطها مش عارف بوعه من بوعه، هذا عبارة عن إيش؟ يعني سرحة والرب رأيها، وبالتالي دائما من الثالث للأخير. أوكي نشامة. هس هذا تكرار اللي حكيناه في المحاضرة الماضية إنه كيف نطلع الإليمنتس، هاي عبارة عن الجنرال فورميليشن. مش قلنا بنعمل كورس البرودكت بين الأبوف تو روز الفيرست كولوم اللي فيهن مع الكولوم تو ماي رايت هاند سايد البوزيشن بالأبوف تو روز، نعمل كورس البرودكت البوزيتيف سلوب بوزيتيف سلوب والنيجاتيف سلوب بيعطيه نيجاتيف ساين، وبنقسمه دائما على مين؟ على الفيرست إليمنت إن ذا أبوف رو الفيرست إليمنت تو ذا ليفت هاند سايد بالفيرست كولوم، وضحت؟ وبالتالي ينزل هاي التكرار مش رايحين، هاي مكتوب عندك هون اللي هي البي والسي جنرال. اوكي وفي عندنا مجموعه من النوتس. اوكي نشامه ان ذا سبيشال كيسز راح تمر معنا ممكن تعطينا زيرو ساين تشينج، وممكن يكون ببعض الروتس وين الجي اوميجا اكسس. اوكي بالتالي عشان هيك قلنا اف نو اللي هي سكند سبيشال كيس بالذات از انكاونتر، وقلنا راوت تابوليشن تريانجولر يعني بيجي ايش لوور تريانجولر عباره عن هيك بيكون هيك نشامه، هاي بتكون الإليمنتس اللي هون عبارة عن زيروز واللي فوق بتكون فيها إليمنتس، وبتضل as we go down شو بيصير بضيق إنه نزيرو إليمنتس ولا لا؟ آخر رو بيكون في one إليمنت ولا لا؟ آخر رو as the power zero بيكون في one إليمنت اللي هو إيش؟ A نوت أو A zero. طيب any entire row ممكن نعمل له division أو multiplication by what any positive number ما بيغير. ما بغير ليش؟ هسا أول سؤال حكيناه في المحاضرة الماضية، هل أنا بهمني الماجنيتيود ولا بهمني الفاليو؟ الساين ولا الفاليو أو الماجنيتيود؟ الساين. الفاليو مش يصير يوم تيجي تضرب وتعمل مالتيبليكيشن تحط 16 ديجيتس بعد الديسمال بوينت، هاي عبارة عن ايش؟ مضيعة للوقت. أنا أحط 3 ديجيتس، وهذا إذا كان في عندك بعض الحالات ممكن يكون حوالي الزيرو. اما ان جنرال اذا ما في شيء فيها حوالي الزيرو، يعني لو اخذت 2 significant figures بعد الديسمال بوينت انف، اما تيجي ترشم لي اياها 16 significant digits بعد الديسمال بوينت ما لها داعي. انا هون مش قاعد بحل نيوميريكال، انا هامني شو مربط الفرس تبعنا ناخذ بوزيتيف او نيجاتيف، بالتالي الفاليو الماجنيتيود مينينجلس، بس ممكن تاثر عليك اذا كان يوم تيجي تحسب بالفيرست كولوم يطلع شيء حوالي الزيرو، ساعتها لازم نزيد حتى تتاكد وضعت النشامه ولا لا. طيب هسه لو ضربنا اي رو او قسمناه، ولاحظوا هون عندي بوزيتيف نمبر، اذا نيجاتيف معناته غير لي تمام، بصير في ساين تشينجز. هون بقول لك الشرط تبعنا بوزيتيف نمبر. طيب لو ضربنا اي رو باني بوزيتيف نمبر او ديفايدد باي اني نيجاتيف نمبر، سوري ديفايدد باي اني بوزيتيف نمبر اولسو، هل بده يغير الاستابيليتي كونديشنز؟ لا. ليش؟ عشان هو نشامه اذا بتتذكر الكروس مالتيبليكيشن هذا اللي ضربناه بتقدر تطلعه كومن فاكتور، متذكر فاهمين علي ولا لا؟ هذا عباره عن مش عندك اني رو كل رو اوكي بده يدخل عباره عن في البوزيتيف وفي النيجاتيف، بالتالي اللي رقم اللي ضربته فيه بتقدر تطلعه عامل مشترك، وبالتالي هو قلته ما بياثر علينا. طيب قصدك لو ضربت كل ال كل الرو كل الرو الماتريكس او لا مش الماتريكس، انا بحكي عن الرو الفورمز، انا بحكي عن الروز هذول اللي هي اس ذا بار 0 1 2 لحد اس ذا بار ان، لو ضربت كل الروز مش كل الروز بس هو واحد ركز معي، ما هو
اذا كان على مستوى الرو بقول لك اني رو، لو قصيت كل التابيليشن باني نمبر ما هو عشان عباره عن اكستنشن ما بتاثر عليه. لو تيجي تعمل الكالكوليشن انه طول في البوزيتيف بعدين النيجاتيف مهم الساين، ما هي قاعد يوم تضرب الرو مش قلنا هذا حاطين لي اياه خربطنا دي يعني مثلا لو كانوا خمسه سته هذا مثلا اول شيء والبعدي مثلا سبعه ثمانيه لو كانت هاي اس ذا باور 5 باي اس ذا باور مثلا 4 اوكي وخلنا اس ذا باور بدناش نضربها او بلا خلينا نضربها يلا اضرب هذا الرو اني رو اضربه مثلا ثلاثه اضرب ضرب ثلاثه هاي ضرب ثلاثه ولو كان في ايلمنت عندك وين ضرب ثلاثه بس خلينا نشوف على هذا هل بيأثر على بيأثر على الماجنتيود بس ما بيأثر على الساين ليش ها يوم تيجي تضرب شو بتضرب حتى ما بيأثر على الماجنتيود هسه بنشوف اوكي راح تقول هذا بهذا ماينص هذا بهذا على هذا طيب خلينا نمشي معكم داد داد شو راح يكون 6 باي 3 في مين في 7 ماينص 5 في 8 باي 3 على مين على 6 ملتبلاي باي 3 طيب من هون ومن هون ومن هون وبالتالي حتى الماجنتيد ما بيأثر عليه اوكي نشامة وبالتالي نشامة شو ما ضربت بس اهم شيء يكون ايش؟ اهم شيء يكون بوزيتيف 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 اوكي نشامة وبالتالي هذا يا شباب هو قلته وبالتالي احنا قاعدين بنقول لك بس هذا حكي ما حدا بيجي بيضرب لي اياه بس احنا قاعدين نعطيك مفاهيم انه لو حدا لعب لك فيها وضرب لك اياها بتضل نفس الشيء عشانه راح يطلع كانسليشن بالبسط والمقام راح يطلع كانسليشن وبالتالي راح تضل نفس الفاليوز طيب حكيناها في المحاضره الماضيه اي اليمنتس ما حسبناها شو بنحطها بالرايت حطها زيروز حطها زيروز اوكي ان كيس اوف سمبل بول ات اوريجين اللي هي ريليتد تو وات المارجن ستابيليتي نيسيسري كونديشنز شو مالها راح تكون فيوليتد صح اذا كان عندي واحد من البولز ات اوريجين هل النيسيسري كونديشنز مش راح تكون مطبقه ليش لانه اخذ حتى زين شام مثلا لو كان عندي تو بولز ات اوريجين مثلا اس ذا باور 5 بلس 10 اس ذا باور 4 بلس 5 اس ذا باور 3 بلس ايش 6s to the power 2 إذا كان عندي 2 poles هاي الكاركترستيك مين هي؟ Q of S أوكي يا شامة ها بنسولي يا Q of S إذا كانت زي هيك أوكي يا شامة شو معناته إنه يكون عندي 2 poles at origin مثلا؟ معناته هل في عندي الS to the power 1؟ هل عندي الكونستانت؟ لا طيب هل هذا بحقق necessary؟ صح ولا لا؟ معناته أصلاً ما في داعي تكمل عشانك لو طلعت S to the power 2 بعدها تصير S to the power 3 plus إيش؟ وبالتالي نشامة هون هذا necessary conditions على هذول ما في يوم السبب الصفر معناته عندك وين؟ 2 poles أترجم وإحنا قلنا ممنوع أي missing element مش قلنا greater than 0 وبالتالي نشامة إذا كان عندك أي شيء على الأوريجن معناته ما في داعي مش راح تقدر تكمل عشان إنه يوم تعمل النيسيسري كونديشنز ما راح يكون إن ذي آر ميسينج إنه عندك أت ليست 1 يعني هون عندي 2 طب لو كان عندي بلس 10 أس يعني هاو ماني بولز أت أوريجن 1 معناته طلع الأس وبرضه في عندك الكونستانت عبارة عن ميسينج وبالتالي النيسيسري كونديشنز شو مالها؟ نوت ساتسفايد طيب لو طلبتك أنا بالامتحان جبت لك زي هيك مثلا هذا المثال وقلت لك وجد لي اعداد الزيروس على اليمين او الروتس على اليمين واليسار والجي اوميجا اكسس بتسوي الحركه هذه بتطلع العامل المشترك وهذا بتحطه على جنب بتدخره لليله عوزه ايوه وشو بتاخذ؟ بتاخذ البقيه هل البقيه هذول بالحاله هاي ساتسفاي النيسيسري كونديشنز؟ صح ولا لا؟ هاي They are satisfying.
وبتحلل الراو تابوليشن عها. وبعد ما تطلع اعداد الروتس على اليمين واليسار والجي اوميجا بتضيف عليها المية، بتضيف علينا هذول الاثنين على الاوريجن. وضحت؟ اما دايركتلي يو كانت ابلاي، ساعتها بدك تطلع العامل المشترك يا نشامه، وبعدين ايش؟ وبعدين تطبق على البولينوميال اللي ظلت عندك، اللي اصلا اذا كان بس مشكلتك باللاست تيرمز مش بالنص، ما يكون في ميسنج هون، اذا في ميسنج فسحلت ما بتقدر تكمل، صح؟ اما اذا كان مشكلتك باللاست تيرمز زي هون وكلهم موجودات هون وجريتر ذان زيرو، معناته حتى توجدها بدك تطلع العامل المشترك، بيطلع معك بولينوميال ساتسفاينج نيسيسري كونديشن، صح؟ بتكمل الراوت تابيليشن وبتوجد عدد الروتس راي جي اوميجا ولف، وبعد ما توجد بضيف لها النشمي هذا اللي هو سواء كان سنجل روت ات اوريجين او تو روتس ات اوريجين بناء على الفاكتور اللي طلعت عامل مشترك، وبالتالي بيطلع معك الاطلال الشمولي. وضحت؟ بالفضل صار بسيط، بس خلينا احنا تو بولز هل اكتب لك تو زيروز؟ يعني هل فعلا انا قاعد بقول تو روتس؟ تو روتس احنا بنحكي عن الروتس بعد الكاركترز ايكويشن. هون الروتس بعد الكاركترز ايكويشن هي عباره عن ايش؟ هي بولز، مش تقول لي بولز هيك، يقول لي بولز لمين؟ للكلوز لوب ترانسفير فانكشن. لا مش بولز للكاركترستيك، اسمها زيروز او روتس للكاركترستيك ايكويشن. وينتظر للام اوف اس كاركترستيك ايكويشن وين؟ تحت. هل هي عباره عن هذول الكاركترستيك ايكويشن روتس او الزيروز تبعاتها تعادل البولز تبعات مين؟ شو الام؟ مش ترانسفير، دير بالك في لوب، في فورورد باث، وفي فيدباك. انت بدك كل كلمه عندك عباره عن زي ما حكينا في المحاضره الماضيه النت لا تعادل ان، كل كلمه عندك هون انت لسانك حصانك، ان صنته صانك، واذا ما صنته خانك وعدت الماده. بدك تكون عارف كل كلمه بالماده الها معيار، وبالتالي يا شامه هون اوكي بدك تكون عارف من اين تؤكل اللي هي الكلمه. وضحت؟ اي سؤال ثاني يا شامه؟ اوكي خلينا نشوف الاكزامبل هذا. كبر لي انت دافع قاعد تدفع ضريبه على القد. ايوه هيك شيء ممتاز، خلي الشباب من النشامه يشوفوا. اوكي بالتالي هي فورث اوردر، فورث اوردر كيو فاس. اوكي نشامه طبعا هون مش قلنا لغايه الاستابيليتي، احنا قاعدين كله بنحكي عن الكيو فاس. هل جبنا النومريتر بيصير بالوارد؟ لا لا، واضح حكينا في المحاضرات الماضيه انه اللي بحدد الاستابيليتي اللي هي تايب اوف ريسبونس مين؟ الكيو دينومينيتر. وشو كان عندنا بالاشتقاقات السابقه؟ البي اللي هي فوق كانت البي، بي اوفر كيو اذا متذكرين، البي اوف اس في الترانسفير فانكشن اذا كنا نحكي عن الزيرو ستيت ريسبونس هي بتحدد مين؟ تحدد الريزيديوز، تحدد الريزيديوز اللي هي الكوفيشنز الماجنيتيودز. وبالتالي كل شغلنا على مين؟ على كيو، عشان هون بنحكي عن مين؟ عن ابسوليوت ستابيليتي، هذاك لا بهش ولا بنش. وبالتالي هي كيو فورث اوردر كاركترستيك ايكويشن. فرج عليها النيسيسري كله ملظوم لظم، صح؟ النيسيسري كله ساتسفايد. اوكي انزل. وبالتالي كل النيسيسري كونديشنز اول اوف ذيم اكزيست اول ذا سيم ساين، وما في شيء. جينا طلعنا مين؟ اول تو روز من فوق. خلينا نشوف كيف طلعناها هنا. هي اللي هنا هذول الاثنين، اطلع فوق والله شوي. اول واحد اللي هو هي، والبعدين 10. اوكي نشام هي انزل، خلينا بس نشوف هي 2 3 10 و هاي اس باور 4 و 3 اللي هي اود اللي هي 1 و 5. اوكي واي ميسنج تيرم شو بنحطها؟ 0. انزل هاي. طيب بيجي نضربنا هاي 1 باي 3 ماينس 10 ديفايدد باي 1 طلعت ماينس 7. وهون دائما يوم يكون على يمينك الاليمنت اللي فوق توب رايت زيرو معناته بتنزل هذا اللي تلقائيا، سويها انت حسابيا بطلع معك هذا بسحل صحيح. وبالتالي حسبنا اس دو بور 2، اس دو بور 1 شو بده يكون؟
minus 7 في 5 minus 1 في 10 divided by minus 7 اجمعها واحسبها بطلع 6.43 صارت positive عشانه minus divided by minus. طيب يا نشامة هون بطلع عندك التن بسحل مباشرة. اوكي بالتالي يا نشامة فرج how many sign changes two sign changes معناته تلقائيا وفوريا زي ما حكينا في المحاضرة الماضية نهايتها the number of sign changes always equals the number of roots اللي وين على right hand side. والله إذا سمعت أنت سمعت التعميمات والحكي والهذا ولا أول مرة بتحضر معنا دير بالك أنا إذا بشوف خشم واحد عبارة عن مصير أنا وياه ويليام قديم معك نزلها من تحت ها؟ طيب يا زلمة شدها احنا بدنا يو ار انجينير انجينير هذا حلال المشاكل هذا لازم يفتح له شق ويصير شيخ عرب انتوا الانجينيرنج سنس هو اللي بميزكم يا نشامة انت عبارة عن لازم عبارة عن اسمك بروبلم سولفر مش بس في الانجينيرنج بالريال لايف the way you think is different okay you think out of box بالتالي اطلع من هالبوكس هاي طولها طولها هسه بسمح لك for one minute طولها واربط لي اياها ضيقها يا زلمة هيك كيف هيك او لفها لفتين ها طيب اجراءاتك انا ما بدي عبارة عن حدا يطلع لي بحجج انا بدي ناس يجيني بحلول مهندسين دائما بعض مرات في ناس وصلني هذيك المرة مسج واتساب بقول لك يوم تواجه مشكلة في ناس بنقول المشكلة للبوس تبعه هذا مراسل وفي ناس بنقول المشكلة وبقترح حل هذا ما نداري شو كان تصنيف هذا مدير ولا بصر شو وفي ناس بحل بواجه المشكلة وبحلها وبنقول الحل مطبق على أرض الواقع هذا هو عبارة عن الانوفيتر الرائد هذا عبارة عن اللي راح يصير ايش راح يصير زي تبع سيارات تسلا شو اسمه أيوة هذا عبارة عن اللي أنت بدي دائما ما تحط لي عراقيل بوجهي دائما بأي محل تخدم فيه إذا كثرت نقل المشاكل إذا بتفلت رد البطار أوكي بالتالي إذا أنت دائما بتنقل مشاكل للفوقي بقرفك دائما يا بتوأدها بنحظة ولودها ولادتها عن طريق شوف المشكلة وتعالج اوكي او ما يكونش عندك مشاكل يكون وضعك تمام اما اذا كل يوم انك رايح على المسؤول البوس تبعك عبارة عن ايش طلع له مشكله طلع له مشكله بصير بس يشوفك شو يصير حاله نفسيه بيكتئب بيكتئب بقول الله ريت اليوم ما اشوفه يوم يجي على الدوام بيقول يا رب اليوم ما اشوفه عشان ايش دائما انت اتاتشمنت وجودك وظهورك قدامه عباره عن ايش مع المشاكل وبالتالي بسميك فلان ابو المشاكل اوكي وهو بده عباره عن تحط قدامه المشكله والحل هو يوجده لا انت دائما اذا في مشكله حلها لحظه تولدها وضعت انا شامه قطعت حبل افكارنا بالتالي هو many sign changes two معناته قلنا القاعده العامه number sign changes always شو يساوي الروس على الرايت هل في عندي second special case؟ لا لا معناته إذا ما وجدت second special case أوكي إذا ما كانش في عندك ولا root على right hand side معناته برضو ما فيش إشي عندك على الجيوميجا معناته الروتس اللي على left قديش؟ لا إذا كان عبارة أيوة الروتس اللي على left راح يكون عبارة عن قديش؟ اللي هي total number of roots ناقص مين؟ ناقص اللي على الرايت من عن ذاتك يا جوحة يا أما رايت يا أما جيوميجا يا معلف بالتالي هون ما صادفنا ولا سبيشال كيس كونه ما صادفنا بالذات السكند سبيشال كيس اللي هو روف زيروز معناته اذا ما صادف لغيت الجيوميجا اكسس مع الصفة عندك كل توزيعة الروتس يا اما رايت يا اما ليفت طب انا عندي الكاركترستيك كويشن شو الاوردر تبعها؟ 4 ناقص 2 معناته قديش في عندي؟ في عندي 2 على الليفت وبالتالي لو كان عندك زي هاي الحالة اوكي لو كان اوردر 4 وهي هي مثلا نفسها اوكي بتيجي بتحلها بتطلع 2 بلس 2 وبعدين بتضيف 100 بتضيف 2 اللي برا وبتوجد لي عباره عن انه صار توزيعتها ثنائيه عادله 2 ب 2
مثل وضحت يا نشا؟ اي سؤال يا نشا؟ ان طبعا هون ها حتى نتاكد حتى يطمئن قلبي اوكي بنيجي بنوجد الروت بس مش هاي دائما هاي حتى ايش تأكد. حتى يصير على مبدا الايه الكريمه فبهت الذي كفر اوكي نشامه وبالتالي فور روت 7 بنوجد باستخدام ايش الماتلاب فيريفيكيشن شو الهدف منها تشيك تشيك انسبكشن فيريفيكيشن وضحت وبالتالي يا نشامه هاي عندي تو روتس وين موقعهن؟ على الليفت على الليفت تو روت على الرايت وبالتالي هل حكي مظبوط؟ مظبوط معناته اي وجود للروتس على الرايت شو السيستم؟ انستيل وضحت؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ هل طبعا احنا بدون الفيريفيكيشن بدون ما نوجد الروت فايندينج هل عندنا علم عن مين؟ عن وين مواقعهن؟ لا لا مواقع لا بدون ما نوجد الروتس هاي بس إلك حتى تطمئن قلبك وتقول فعلا طريقة هاي شغال هاي بس حتى تطمن قلبك أما الوضع الطبيعي ما في داعي تطمن قلبك بس هاي في البدايات انتو بدك تتأكد بدك شوف يا جماعة أنا قلبي ناقص من هالشغلة وبالتالي بدك تتأكد وبالتالي بيبين معاك إنه فعلا اثنين باثنين وضحت يا نشامة؟ تفضل بس لو كان في فولز اتورجن اخر شيء يعني بس بضيف الاصابع بعد اذا طلعته زي هيك الحالب اذا طلعته زي ما قلت هاي بتوجدها اذا انطبق عليها الشروط نفس البروسيجر يعني اذا طبقت لا هي هذا بتستثني اه هاي اذا بقيه الريمين بعد ما تطلع الكومن فاكتور اللي هي البولز اتورجن او الروز اتورجن اوكي اذا كان هاي بتنطبق على الشروط انه ايش؟ كل الكوفيشنز موجودات وغريتها فانزيرو اما اذا كان نيجاتيف اي واحد نيجاتيف او اي واحد زيرو هول ودن تشين هاي معناته يو كانت بي سايد بس فينا تحدد انه اثنين عن جي اوميجا والبقيه شو مالهم؟ البقيه لا كمواقع هل تقدر تفتي غيرهم قديش على اليمين قديش على اليسار؟ اوكي ما بتقدر تعرف عشان انه يو كانت ابلاي السفشنت كونديشن للراوت ستابيلتي صح؟ النيسيسري مش موجود بالتالي كانت مو فور صح وبالتالي نشامة اما اذا طلعت الكومن فاكتور وكانت هاي ساتسفاينج نيسيسري تمشي بهاي بتطبق وبعدين بتضيف هذا بالنهايه وضحت اي سؤال تفضل نمبر سايد شيد هو نفسه يساوي روت سايد لا على الرايت ارجع لي خلينا نرجع نذكر الشباب ارجع لي ارجع 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 قول لي ارجع بس هون هاي قلنا النمبر اوف روتس وذ بوزيتيف ريال بارتس يعني وين يعني على الرايت ايكوالز النمبر اوف ساين تشينجز هذا هو دائما ابلاي اولز بس اللي على الليفت بيعتمد على الرول ارجع انزل تحت اللي على الليفت بيعتمد على هيو انه هون ما صار عندي اذا ما كان في عندي ساين تشينج معناته كلن على الليفت في عندي شرط اضافه هاي الروتس كلن على الليفت اف نو ساين تشينج او ذا سيم ساين وشو الشرط الثاني السكند سبيشال كيس اللي بيعطيني مواقع روتس وين على الجي اوميجا هذا نوتن كاونتر معناته تخصم اوكي نشامه اذا ما كان في عندك ولا ساين تشينج ولا روف زيروز معناته كلن وين علف والسيستم شو مال ستيب هسه اذا السكند سبيشال كيس كان موجود حتى لو كان ما في عندك ساين تشينج احتمال يطلع عندك سيستم انستيب هذا كله راح يجينا لقدام هسه بحكي لك اياه شو هسه قلنا النمبر اوف روتس اللي على الراي دائما يكون نمبر ساين تشينج معناته ولا في روت على الراي ركزوا معي شو حكيته اذا كان في عندك روف زيرو سكند سبيشال كيس حتى لو كان نو ساين تشينجز يعني ولا روت على اليمين احتمال السيستم يطلع ان ستيب طب ارجعوا معي وخلنا نحمل شو اسباب تفضل شو اسباب الانستابيليتي بدها تكون ريليتد على الجيومكا ايوه لك علامه حسين شامه مش قلنا اذا كان عباره عن ايش شو الانستابيليتي سورسز
يا اما على الرايت يا اما ريبيتد سواء على الاوريجن او بيراميد اللي هي على جي اوميجا. وبالتالي الروف زيروز هذا مصدر القلاقل تبع مين؟ تبع الجي اوميجا. بالتالي يمكن يطلع منه يا اما سمبل على الجي اوميجا والحاله بيصير مارجنال ستيب صح، او يطلع منه ريبيتد على الجي اوميجا وبالتالي يسوي لك سيستم شو ماله انستيبل ايفن ذو ما فيش عندك ولا روت وين على الرايت، يعني الساين تشينجز معدومه. وضحت؟ بالتالي هون يا نشامه القنبله الموقوته اللي بتنفيلي ايش يا نشامه؟ انه اللفت كلهن على اللفت اذا نو ساين تشينج اللي هي السكند سبيشال كيس اللي هي الروف سيروس. اذا ما كان فيه انت بالسليم، السيستم كله ايش؟ ستيبل اسيومنج انه نو ساين تشينج. وضحت؟ اما وجود الروف زيروز هذا ممكن يكون له حالتين، يا اما سمبل على الجي اوميجا وصير مارجينال ستيبل بالحاله هاي، او اذا كان ريبيتد شو بده يصير؟ بده يصير انستيبل. ليش يا نشامه؟ متذكرين اللي حكيناه دفعنا في المحاضرات في الماضيه؟ بده يطلع عندك تي 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 تي, تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي تي وتاخذ الليمت تبعها عند الانفينيتي سندت وين؟ على الانفينيتي. وبالتالي واضح اللي بحكيه يا نشامه ولا لا؟ كل هذا دفناه وبقيم عليكم الحد بالامتحانات، ديروا بالك. ابو الحروف بيجي بيلعب بالفاينل لعب محترفين، زي عباره عن محترفين. انا مش متابع كره قدم ولا بتابعها ولا بحبها. اوكي كل الرياضيات انا عباره عن مش رياضيات، الرياضات. الرياضيات بحبها، بس الرياضات انا مش داخل بمخي كلها، ما بحبهاش. اوكي هاي راي شخصي طبعا، هي شغله حلوه ومرتبه بس انا شخصيا ما بتابعها ولا بحبها. اوكي وبالتالي يا نشامه هون اللهم صل على النبي، ابو الحروف بيجي بتلاعب فيك بالفاينل بالترو والفولس. اوكي على النيجاتيف ماركينج اللي فزع ليك الامتحان الفصل الماضي. والله في ناس جاب نيجاتيف ما شاء الله، في ناس جاب نيجاتيف اوت. مش كان في عندنا مش داري واحده من المواد اللي هي 40 questions وفي شيء 20 questions، واحده منهم مش داري اي ماده جابوا نيجاتيف. بالتالي كرم مني رجعناهم للصفر. وديروا بالكم هاي النيجاتيف ماركينج هي اكبر سبب للرسوب بالفاينل. يعني بتلاقيه من 40 من 40 جاب 25 مثلا صح و15 غلط. ليش بصير 10 من 40 يعني الربع، اعملها باك ل 20 هن عاده 20 انا بجيبها دبل نص علامه، بعد صار 5 من 20 معناته ايش؟ وحوحوان. اوكي ان شاء الله معنا نظريه وحوح، مش واحد هذا من داري شو اسمه وحوح اللي قبل سنه ولا سنتين والله اما هو. اوكي ان شاء الله بصير وضعه وحوح. اوكي ان شاء الله اي سؤال؟ اي سؤال؟ ارجع وين ما كنت تفضل. بس عشان اتاكد ان شاء الله اللي هو اذا كان اللي هو ريبيتد روت على الجي اوميجا اكسس بيكون انستابل. هلا عاد مش هذا فنان تتابع معي؟ انتبه والله بس عشان اتاكد. لا مش هسه المحاضرات السابقه حضرها. واذا كان اللي هو سنتين بيكون نكستد. اذا كان ايش؟ ركز معي، اذا كان سمبل على الجي اوميجا بتصير مارجنال. اللي هو نكستد. لا نكستد مش انستابل. اذا عباره عن مفهومنا فكرت نقول انستابل بصير نوت ستيبل. اوكي واذا كان عباره عن ما هي برضو سواء هاي ولا هاي بصير نوت ستيبل. بس انا بدي ادخل بضمن نوت ستيبل، واحده بتكون سمبل على الجي اوميجا مارجنال ستيبل، واحده ريبيتد على الجي اوميجا بعطيني ايش؟ انستابل. كل هذا راح يجينا بالتفصيل، وعندك اكزامبلز مش موجوده ولا كتاب تكست بوك للكنترول سيستمز ولا حد يناقشها، بس انا دائما بحب اخش وين؟ بالتفاصيل بحيث انك تطلع ايش؟ حوت. اوكي يا شباب حوت علم مش حوت ثاني. اوكي يا شباب مين تفضل؟ دكتور هسه شوي سؤال بس انه لان عملنا اربع عود، اثنين على الرايت واثنين على الليفت، لان بس اربعه كل شيء. هلا عاد ما هو انت في البدايه اخر خطوه، هذا راح يجينا بعدين، اخر خطوه من خطوات الحل انك توجد الروتس اللي على الليفت. شنو الطريقه؟ ما بتقول لك الروتس اللي على الليفت مباشره. النمبر اوف ساين تشينجز يساوي عدد الروتس اللي على اليمين، وبعدين الروت زيروز اذا وجد سواء
ريبيتد روتس او سمبل روتس بعطيك الروتس العجي اوميجا. طيب وعندك الاوردر تبع الكاركترستيك كويشن مبين معناته شو المعادله قبل ما نجيها لقدام. هل الروتس اللي على الليفت شو يساوي؟ يساوي التوتال نمبر اوف روتس اللي هي الاوردر تبعنا ماينص مين؟ ماينص اللي على الرايت ماينص اللي على الجي اوميجا صح؟ وبالتالي الروتس اللي على الليفت هي اخر شيء بتحسبه. مش واحد منكم كنت بساته ميه يحسب لي اللي على الليفت مباشره. تستثني بتعمل على مبدا الاكسكلوجن الاستثناء. نمبر اوف ساين تشينجز على اليمين الريبيت اللي بقول لك قديش فيه الرو اوف زيروز على الجي اوميجا اخصم التوتال ناقص على اليمين وناقص على الجي اوميجا وين ضل؟ يعني وضحت؟ هذا نشامك كله راح يجينا بالتفصيل بس مش على خطي بعطي لك اكزامبل واحد وكله موجود في المحاضرات احضروا لي اياه على المحاضرات التسجيلات السابقه. وضحت النشامه ولا لا؟ ليش ضايل المنسق؟ اوكي اوكي نشامه وين هذا اللي حليناه ولا هو الثاني؟ طيب هذا برضه فورث اوردر انزل هسه بنمشي فيهم بشكل سريع. هاي النيسيسري كونديشنز كان ساتسفايد بعدين وزعناها اول رو ثاني رو بعدين هون اجينا حسبناها مش راح ادخل بالتفاصيل هذا خلص انا بهمني اول المبدا يكون هذا وبعطيك اكزامبل واحد وبعدين بصير تكرار بعلم الشطار بالتالي هاو هاو ماني ساين تشينجز برضه 2 معناته النمبر اوف رولز اللي على الرايت 2 واذا جينا هون عشان انزل هاي في عندي 2 وين؟ علق واثنين على الرايت شو القاعده؟ القاعده توتال نمبر اوف رولز ناقص اللي على الرايت ناقص اللي على الجي اوميجا يساوي اللي على الليفت بالتالي كونه ما فيش عندي رو اوف زيروز معناته هل في شيء على الجي اوميجا؟ لا معناته انحصار الحالات بين الرايت والليفت اذا الرايت نمبر اوف سانشيز اثنين والجي اوميجا زيرو معناته وين ضل البقيه؟ على الليفت معناته هل هو اثنين باثنين؟ طيب شو تصنيف السيستم؟ ان ستيب وضحت يا نشامه ولا لا؟ اي سؤال تفضل احنا اصلا بدون ما نعمل فيريفيكيشن نعرف انه انستابل انا عارف انا قلت لك هذا شو حكيتها قبل شوي بس عشان نتاكد يعني هاي ليطمئن قلبي تمام ليطمئن قلبي حتى انه ايش احنا في البدايات زي يوم كنا ناخذ نشامه ايش انتم ماخذين معي نيوميريكال ولا في ناس مش ماخذ اوكي النيوميريكال نشامه يوم كنا نحط الاكزاكت سوليوشن عاده بالريال لايف بروبلمز الاكزاكت مش موجود يوم تكون فيري كومبليكيتد بس احنا يوم كنا نحط لك اياه حتى تبين يوم تعمل كونفيرجنس انه فعلا انت يو ار ابروتشينج مي الاكزاكت بس بالريال لايف الاكزاكت بالكومبلكس كيسز الاكزاكت عباره عن لو الاكزاكت ليش ما تروح للنيوميريكال هاي باول صفحه ناقشناها بالنيوميريكال انه النيوميريكال تستخدم لحالتين مين بتذكرهن بدي نكتب تفضل لارج سكيل سيستم ايوه لارج سكيل سيستم شو الهدف منها؟ معناته بيكون اللي هي ايش؟ بيكون الدايركت ولا الايتريتف ميثودز؟ هذه الدايركت ايوه شو الهدف منها؟ تعمل اوتوميشن ويصير تقلل الاخطاء والايرورز ولا بصر شو؟ والثاني الثاني اللي هو هسه لارج سكيل سيستمز والثاني اللي لها سوليوشن هاي بس يعني يوم يكون عندك سيستم اوف ايكويشنز 1000 باي 1000 هذا بدك تحله قلنا تاخذ 100 ورقة من تبعات الرسم الهندسي تاخذ 50 قلم وبالنهاية الحل لك امل بيس بتجنن انه يطلع صح بالتالي هاي اوتوميشن والحالة الثانية وبدنا نقطع الايتريتف او اوكي اللي هي تستخدم في حالة مين؟ في حالة ال نيوميريكال يلا يا زلمة بدنا نقطع عوموا شو بدي اسوي لك انا وقت بدنا اللي تستخدم في حاله انه الاكزاكت سوليوشن مش موجود اذا كان الاكزاكت سوليوشن مش موجود ما هو يا اما موجود يا اما مش موجود بس اذا موجود اذا كان حتى تسأله بتلهث زي يوم واحد يطلع من الطابق الارضي لطابق عاشر كله على درج مش بيصل وانه منهك اذا ما صبتوش جلطه على الطريق صح وبالتالي الاليفيتر هو زي مين زي الدايركت ميثودز عباره عن بتسهل عليك كبسه وانك طالع على الطابق العاشر وانك طالع على الطابق ال100 صح؟ وبالتالي هاي شورت كت بالتالي اوتوميشن اختصار الوقت والجهد والجلطات القلبيه هاي الدايركت والايتريتف ميثودز
عادة تستخدم، عادة في بعض الحالات ممكن يكون الإكزاكت، بس عادة تستخدم يوم يكون الإكزاكت سوليوشن does not exist، ما في. أوكي نشامة؟ وبالتالي نشامة هون نفس الإشي بالحالة هاي. أي سؤال؟ نص خلاص. إذا سألت وجاوبت، لو مريت مرور الكرام من جنبها منها جنبها بنطق العالم. بس أنا عندي سؤال. تفضل. بس المثال ها عشان أنا ريبيت عن فوق بعتبره مستقبل. مش ريبيت هلا عاد بتطبق شباب، إحنا دائما بنمشي. هذا عبارة عن شو بده يكون تصنيفه بالنهاية؟ في النهاية مستقبل. مستقبل عشان عندك تو عند الأوريجين. طبعاً كان واحد. فهذا هم بقى عطينه مارجنالي. هلا أنت قاعدين شباب لا تنسوا اللي بنحكيه بنفس الطبيعي ونسيه. لا لا لا. بعد شو حكينا في المحاضرات الماضية، شو حكيت هسا؟ إنه سيمبل خف النظر. هاي ما هو هسا عندك هاي طبعاً فيها تريك. التريك إنك تقسمها لهاي بتحلها وهذا معروف. بالتالي بتطبق. بتطبق الأوفرول استابيليتي التابل تبعنا. هذا التابل بده يكون وين؟ تعمل له بيرمننت ابلود بالفصل هذا والفصل الجاي عشان مين؟ مودل. عشان مودل كنترول برضه. وبالتالي يا نشامة بدك هذا عبارة عن يكون دائما برنتد. هذا خلاصة الاستابيليتي. خلاصة الاستابيليتي عندك ستيبل مارجين ستيبل وان ستيبل، ودفناه وناقشناه بالتفصيل. وهذا التفصيل اللي موجود اعطيتك اياه والاسباب وكيف مواقع الروس والاكسبوننشال والجي اوميجا واللي هي الساينسويدال واللي حاصل ضرب والتي مش موجود ولا بكتاب. فانا اعطيتكم زبده الزبده زي وين المنسق العام للمنسقين؟ كان هون ولا مش هون؟ الفصل الماضي كان. لا كان في هسه، في هسه في المنسق العام للمنسقين. فعباره عن انا دائما بحب ارتقي انه في عندك بيسك بعدين في شيء عندك ايش؟ سمري. وبروح لمرحلة السمري اوف سمري. هاي السمري اوف سمري هاي عبارة عن زبدة الزبدة. يعني يوم بدك تراجع مادة خلال 10 دقائق ما عليك غير ايش؟ تقرأها. اذا كنت فاهم بشروش على السريع كل كلمة بتقرأها بتعمل لك ابلود لإشي بمخك. اذا كنت قاري اول باول فهمان. إذا كان دبساتك نص نص لا تقرأش السمر أو السمر، اقرأ وين؟ السمر. اقرأ السمر. وإذا كانت أول مرة تشوف المادة بدك تحفظ المادة حراثي كلها، وهذا بليلة الامتحان بسمح لك الوضع عشان هي بشوفك عبر الفصول. وضحت يا نشامة؟ بالتالي أنت المتحدد، أنت أي ليفل قاعد بتشتغل فيه. وضحت يا نشامة؟ بالتالي هون في عندك نقاط عبارة عن واضحة زي الشمس ما في غبار عليها. اوكي يا شامة؟ وبالتالي اذا انت فهمت مني وضعك حريقة، ما فهمت مني ضليت الطريق. تفضل. يمكن انا اقول ما كنتش طالبك اللي هي ستيبل والان ستيبل. قايلين لك for this equation fine you should find النمبر اوف روتس اللي على الرايت واللي على الليفت واللي على الجيوميكا. ما بقول لك ستابيليتي. إذا قلت لك استبيلتي على السريع بتكون not stable. قلنا يا مع الجي يا مع الراي. وإذا نعطيك هون معناته not unstable. هذا unstable. بس أنا قصدي لو كان عبارة عن necessary condition not satisfied وفي شيء missing أو في شيء positive هذا مبين إنه unstable. بس إذا كان necessary condition ما تحقق عن طريق انسى هذا الشرط يكون system not stable. اللي يا مع الجي اوميجا يا مع الرايت وبس بيكون 100% اتس نوت ستيبل. يعني ما في كل الروتس كلها وين؟ على الليفت. سم اوف ذم على الجي اوميجا مايت بي سم اوف ذم مايت بي وين؟ بات نون اوف بات نوت اول اوف ذم وين؟ على الليفت. لاحظ هاي سم وسم وقول دقه تيجي في عباره عن ايش؟ يجيك بالفاينل. حتى بالمالتيبل تشويس ممكن عباره عن تيجي واقول لك اول اوف ذا بريفيوس انسرز. فبالتالي بدك يا نشامة تكون محمل الماده وفهمان والهاند اوتس واضحه وضوح الشمس. هاند اوتس هاي واضحه وضوح الشمس. شغل 15 سنه اضافات اضافات اضافات. بالتالي قديش ضل المنسق؟ طيب اوكي نشامة السبيشال كيسز اللي حكينا عنها عندنا حالتين. يا اما كل الاليمنتس ان اني رو ار اول زيروز
هاي حكينا عليه السكند بنسميه. والحاله الاولى انه اول اليمنت باي رو يكون زيرو وات ليست وان اوف ذا ريميننج اليمنتس ان ذات رو نوت زيرو. وضحت؟ اوكي خلينا نعيدها. السكند ها انه كل الاليمنتس باي رو كله زيروز يعني صار واحد كلها زيروز معين. والحاله الثانيه ان يكون الفيرست اليمنت نوت زيرو but not all of them are zero. معناته غيره يكون at least one is non-zero. وضحت؟ غيره يعني يكون الرو هذا اول واحد زيرو والبقية على يمينه يكون اقل شيء one مش زيرو one non-zero. هل بين في الحالة الثانية اذا تحقق الشرط الاول هل ممكن سيستم يكون فيه هذا وهذا نفسه؟ وعشان هيك قلنا لك اتلي but not all other elements are zeros عشان ما نرجع دائما لوين. يعني على سبيل المثال يعني مثلا لو كان 0 و 0 و 0 و 0 و 1 و 0 هذا عبارة عن هل هو first special case؟ مظبوط. شو الفيرست special case؟ يقول لك الفيرست element 0 والبقية at least 1 non-zero. معناته هل هذا first؟ معناته هل هذا بنطبق عليه شرط السكن؟ متى بصير شرط السكن؟ يوم يكون الكل هن zero. فسواء كان هاي الحالة اللي هي one ولا كان zero five six seven eight nine هل بالنهاية هاي سكن هاي first وهاي first؟ شنو اللي مهمني؟ الفيرست وبنفس الوقت ما أروح للسكن special case. كيف بمنع هاي أروح للسكن؟ انه واحد من العيميني كنا زيرو صح؟ اذا كان كل العيميني زيرو وين نطيت؟ على السكن. بالتالي انا بدي clear discrimination بين التو كيسز. وضحت؟ تفضل. اذا صار عندي الفيرست والسكند في نفس التيبل تحت بعض يعني قصدك كروز الرو منهم صار عندي الفيرست كيس عادي عادي كل واحد بتحله بطريقته ما لها دخل. ممكن يكون عباره عن عندك اي حاله احنا راح نشوف كيف حل يعني لا ما فيش عباره عن تحديد انه يا اما هذا بحدث بسيرتن كاركترستيك ويشن يا اما هذا يمكن يحدث هذا او اثنين ما عندي مشكله. اوكي بناء على اللي هو الوضع. اوكي طيب بس يا هشام اللهم صل على سيدنا محمد. اربع دقائق طيب خلينا نوقف هون. اوكي وشو كنت تحكي عنه المنسقين؟ المنسقين مين انت من منسق مين؟ احد. لا طيب ومين معك؟ في بنت كان منسق احد. طيب ويليام ها هو تعمد. شو المشكله مش فاهم يعني انا مش عارف حكيت انت سالناك انه عادي كان بدات مين منسق مش من جماعه الاحد؟